مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا المفروض ذاك الاسبوع اصور فيديو، انا مسوي جدول انه كل خميس انزل فيديو عندي بالقناه، بس الصراحه اختلطت ويا شباب، الشباب طلعوا بوزيتيف طبعا، فرحت الخميس راسا سويت تيست سريع وهم طلع عندي بوزيتيف الصراحه. فالجمعه راح سويت البي سي ار اللي هو نقول مثلا التيست المضبوط، خلينا نقول مثلا اجاني السبت فطلع نيجاتيف الحمد لله والشكر، ما بيا كورونا، فأجلت الفيديو على هذا الأسبوع. وأنا أعتذر طبعا ذاك الأسبوع ما صورت فيديو، فراح أصور فيديو كلش حلو طبعا، وراح أراوي لكم إياها هسه شنو اللي راح أسويه بالسيارة. كلش عجبني، شفت على الإنترنت، شفت أكثر من شخص شادة طبعا، عجبني أشده بالسيارة مالته وأصور لكم إياه فيديو إذا شخص يحب مثلا يسوي نفس هذا الشيء. طبعا مو بس للبي أم، جميع السيارات موجودة، هذا الشيء اللي راح أسويه هسه أراوي لكم إياه شوي. فأنا أعتذر كلش إنه ذاك الأسبوع ما نزلت فيديو. وقبل أن ننطلق شباب، تعطونا لايك للفيديو وسبسكرايب، وانطوني رأيكم بالتغييرات اللي قاعد أسويها بالسيارة. أوكي شباب، خل أشوفكم التغيير راح أسويه برا، ويلا تعالوا وياي. صاحب اللي قاعد تشوفون هذا السكن، والسكن اللي بذيك الصفحة شكله أنا أبد ما عاجبني، هذا اللي تشوفوه. أوكي، وهاي الجهة الثانية حتى عند اللاستيقات قديمة كلش وأبد ما عاجبني. جبت لها LED، هسه أشوفكم إياه. هذا LED. أوكي، هذا يجي شيء معقد
راح أخليه وراح أجربها. يلا So غاي صراحة أنا عجبتني كل شوية. سو حبايبي الفيديو كملت لكم إياه، التكملة مالته سويته بالليل بس على مود الضوء ينشاف أحلى. فراح نفتح البيبان هسه وبس راح أشوفكم ويا الفتحة مال البيبان شو راح تصير. حلوة ها؟ أنا عجبتني كلش. خلينا نتقرب بعد شوية. قفل البيبان طقة واحدة. زين خليني اشغل الاربع عشاير. سو حبايبي هاي ويا الاربع عشاير، اوكي حلو الشغل. اللايت السكن كلش حلو قاعده على السياره. اوكي هاي الصفحه الثانيه، انا حبيتها كلش الصراحه، كلش عجبتني. سو حبايبي نوصل لنهايه الفيديو، ان شاء الله عجبكم المقطع. طبعا هو السكن موجود على الامازون، اي واحد يقدر يطلبه، بس مو فقط موجود البي ام، موجوده طبعا جميع السيارات. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا تعطونا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامه.